كتعرف يا اخوان اش ما كتعيوش من لي فلتر حيت من هذا الفلتر الله يرحم باكم دابا مزيان الانستغرام او الانستغرام كما كيسميوه اخواننا المشارقه هو موقع ديال التواصل الاجتماعي اللي عاد بدا قدر يتجاوز اكثر من 150 مليون مشترك واكثر من 5 ملايين ديال التصاور اللي كتحطوا فيه يوميا. هادشي علاش ولا واحد من التطبيقات اللي كنزورها تقريبا كلنا يوميا وكيتزادوا العدد المشتركين ديالو يوم بعد يوم. انا بعدا شخصيا تعجبني بالانستغرام ولا كيتستعمل حتى المجموعه ديال الاغراض مثلا حتى الاغراض ديال الماركتينغ خصوصا في البروموسيون ديال المنتوجات حتى في البروموسيون ديال لي ستار ولي سيليبريتي. وكلكم كتعرفوا ان الانستغرام معروف بحاجه وحده دوك لي فلتر ديالو. هادشي علاش ولا هو بحال لعبه عند الناس وعلاش زوينين هاد لي فلتر لحقاش كيرجعوا كلشي زوين. هادشي علاش يقولوا لي خطاها الزين كتيليشارجي الانستغرام. اما خلاص الماكله حاجه اخرى كتصاوب كريب كتصورها كطلع بحال هكا كدير ليها فلتر وتحطها في انستغرام كترجع بحال هكا.